بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. السلام عليكم، أنا عبد الله شريف، مؤلف كتاب القصص في الكتب السماوية. سنتناول في هذه الحلقة قصة طرد آدم من الجنة كما وردت في الكتابين السماويين القرآن الكريم والكتاب المقدس لدى المسيحيين. سنتناول هذه القصة من أربعة جوانب. الجانب الأول، كيف كانت العلاقة بين آدم وحواء من جهة وإبليس من جهة أخرى في الجنة؟ جاء في القرآن الكريم أن الله قد خلق آدم وكرمه على بقية الخلق وطلب من الملائكة أن يسجدوا له، فأطاع جميع الملائكة إلا إبليس، فإنه أبى واستكبر وقال إن آدم مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار، وبرأي إبليس فإن الطين أحقر من النار ولا يجوز أن يسجد الكبير للحقير. المهم أن إبليس عصى ربه ونال اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله، فلذلك حقد إبليس وأخذ يدبر له المكائد لكي يجعله يعصى ربه وينال اللعنة مثله. وفي نفس الوقت يجب أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد طلب من آدم ألا يأكل من شجرة معينة لم يسميها، وألا يطيع الشيطان، وأن الشيطان هو عدو له وسيحاول إخراجه من الجنة عبر إغوائه بالأكل من الشجرة. في آخر المطاف ينجح إبليس ويغري آدم فيعصى ربه ويأكل من الشجرة المحرمة فيستحق الطرد. هذه رواية القرآن الكريم، فماذا عن الكتاب المقدس؟ في الكتاب المقدس لدى المسيحيين أو في الأسفار الأولى من هذا الكتاب لا يوجد ذكر لإبليس، وهو شيء عجيب وغريب، كما لا يوجد ذكر للحساب ولا العقاب ولا يوم القيامة إلى آخره. وتصور الحية في بعض الرسومات الكنسية برأس إبليس، وهذا دليل على تطور العقيدة المسيحية من عدم الإيمان بوجود إبليس إلى الإيمان بوجوده، وهو جانب آخر من الجوانب التي أثرناها في حلقات سابقة بأن العقيدة المسيحية تتطور من بدء نزول الكتاب المقدس إلى نهاية نزوله، والذي استمر حوالي 2250 سنة تقريبا. الجانب الثاني من جوانب الرواية، رواية طرد آدم من الجنة، هو سبب الطرد. كما رأينا فإن القرآن الكريم يعزي سبب الطرد إلى عصيان آدم لأمر ربه وأكله من الشجرة المحرمة التي كان قد نهي عنها، والتي قيل له إذا أكلت منها فإنك ستطرد من الجنة. في الكتاب المقدس يبدو أن الأكل من الشجرة المحرمة كان السبب الرئيسي والمباشر لطرد آدم من الجنة، وهو كذلك أيضا في عقائد المسيحيين الحديثة. ولكننا لو فتشنا في الكتاب المقدس لدى المسيحيين حول هذه النقطة لوجدنا هناك قصة أخرى هي سبب طرد آدم من الجنة، هي السبب الحقيقي لطرد آدم من الجنة. فقد أكل آدم من شجرة معرفة الخير والشر فأصبح يعرف الخير والشر، وهي صفة خاصة بالآلهة حسب الكتاب المقدس لدى المسيحيين. وإذا استطاع أن يأكل من شجرة الحياة فسوف يصبح خالدا ويصبح كواحد منا أي من الآلهة. وهنا تثار نقطتان، الأولى أن السبب الحقيقي لطرد آدم من الجنة هو خشية أن يأكل من شجرة الحياة فيصبح إلها كغيره من الآلهة،
والأمر الثاني هو أن هناك تعدد في الآلهة، وهي أيضا عقيدة أخرى من العقائد الموجودة في الأسفار الأولى من الكتاب المقدس لدى المسيحيين، أي عقيدة تعدد الآلهة، والتي لا نجدها في الأسفار التي تلت ذلك. الجانب الثالث من جوانب قصة طرد آدم هي المسؤولية عن الأكل من الشجرة. ألقى القرآن الكريم المسؤولية مباشرة على آدم، فقال بصراحة: وعصى آدم ربه فغوى. لم تكن حواء هي المسؤولة، كما أن إبليس الملعون أي المطرود من رحمة الله والذي يتحمل المسؤولية كان محذرا منه. كان الله قد حذر آدم من الاستماع وإطاعة إبليس، فلذلك فإن المسؤولية تقع على آدم. بالنسبة لكتاب المسيحيين المقدس، المسؤولية تقع على الحية بالدرجة الأولى وعلى حواء بالدرجة الثانية، ثم على آدم الذي يتحمل أقل مسؤولية في هذا الموضوع. الجانب الأخير من جوانب قصة طرد آدم من الجنة هي المتعلقة بعاقبة هذا الطرد أو بعاقبة هذا العصيان. بالنسبة للقرآن الكريم، فإن آدم بعد أن أكل من الجنة ندم، وأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه، وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. النقطة المهمة أن آدم حينما طرد من الجنة لم يحمل معه وزر هذه المعصية ولم يورثها إلى أولاده بالنسبة للشريعة الإسلامية، وهو الأمر الموجود في الشريعة المسيحية، فقد حمل أولاد آدم وزر هذه المعصية إلى أن بعث المسيح. المسيح الذي هو حسب العقيدة المسيحية هو أقلوم من أقانيم الله أو ابن الله، وقد قام الله الأب بالتضحية بابنه على الصليب حتى يعفو الله عن البشر بسبب معصية آدم. هذه العقيدة التي تشكل نوعا ما أساسا من عقائد المسيحية غير موجودة في الدين الإسلامي. وهكذا تنتهي قصة طرد آدم من الجنة. في الحلقة القادمة سنتحدث عن قصة أول جريمة وقعت على هذه الأرض، قتل أحد أبناء آدم لأخيه. إلى اللقاء.